السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا داخلين على اخر ليلة في رمضان يا جماعة، قبل ساعة من اخر ليلة في رمضان. انا بكلم الوقت مين؟ انا بكلم الوقت اللي مش عارف المفاجأة الكبيرة قوي اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها له في اخر رمضان: انما الاعمال بالخواتيم. يعني رمضان كله واقف على ال 24 ساعة الباقيين دهم، يعني رمضانك كله متوقف قبوله كله او جودته كلها على الاواخر بتاعه رمضان. انا بكلم، فاكرين يا جماعه استقبلنا رمضان؟ رمضان اول امبارح كان لسه بادئ، وكنا فرحانين وكنا منطلقين وكنا منشرحين وكنا مش مصدقين نفسنا من الفرحه. رمضان بقى خلاص، وكل ليله عتقاء من رمضان. الوقت بيودعك خلاص، رمضان بيقول لك خلاص مع السلامه، ما انتش عارفه هتلحقيه تاني ولا لا. خلاص اللحظات الحلوه، خلاص اللي بقالنا شهر عايشين فيه ديت، الوقت بتنتهي يا جماعه. دي اخر ساعات في رمضان، احنا الوقت بنودع رمضان. هنودعه ازاي واحنا داخلين على اخر ليله من رمضان؟ انا بكلم يا جماعه اللي رمضان بتاعهم بيخلص ليله 27، خلاص خلص ليله 27، الموسم خلص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت بتقول ايه؟ ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول: انما الاعمال بالخواتيم. اخواننا خلاص رمضان بيخلص، وشهر هتتقفل الصحيفه بتاعته وهترفع الى الله، ومش هتفتح الا يوم القيامه، هيشهد ليك او هيشهد عليك. يبقى انت الوقت في اخر ساعات من رمضان، عايزين نعوض تقصير الشهر كله، عايزين نعوض اللي راح مننا في رمضان اللي فات. ثلاث اعمال بقوله لكم الوقت باذن الله سبحانه وتعالى نعوض بيها تقصير الشهر كله. ثلاث اعمال: يا اللي راح منك تراويح، يا اللي راح منك تهجد، يا اللي راح منك عباده، يا اللي ضيعت رمضان ولغيت في رمضان ولعبت في رمضان، عايزين نعوض. ينفع في حاجه نعوضها؟ اول عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم اداهولك، والرسول قال كده: طهره للصائم من اللغو والرفث. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال العمل ده بيتعمل في نهايه رمضان قبل صلاه عيد الفطر لطهره للصائم من اللغو. يعني ايه اللغو؟ بدل ما يروح يعبد ربنا في رمضان، راح خيام رمضانيه وراح ليالي رمضانيه وراح مباريات كوره ودورات رمضانيه وقعد يتفرج على حاجات. احنا في رمضان، احنا في موسم طاعه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال بقى: يا اللي ضيع، يا اللي ضاع منك حاجات في رمضان لغو ورفض، يعني حاجات ملهاش لازمه وحاجات غلط وحاجات حرام، وعملت معاصي في رمضان وقلت كلام غلط في رمضان ولغيت وضيعت الوقت وما اقتنستش موسم العباده، اعمل ايه يا رسول الله؟ قال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: ان صدقه الفطر طهرة للصائم اللي صام رمضان من اللغو والرفث. يعني اللي وقعت في رمضان في حاجات، ما احنا ما ينفعش نتغرف عبادتنا يا رسول الله. طب ده اللي ضيع رمضان، طب اللي اجتهد برضه يطلع صدقة الفطر، طب برضه يطلع زكاة الفطر. الازهر قال 35 جنيه، 35 جنيه ليك و35 لزوجتك وكل عيل من عيالك، ولو في جنين في بطن زوجتك يبقى 35 جنيه اضرب في عدد اللي انت بتعولهم وطلع زكاة الفطر. هتديها طبعا اولى حاجة الجمعية من اللي بتطلعها طعام، على قول جمهور العلماء جمهور الفقهاء. ولكن الامام ابو حنيفة قال ينفع فلوس، لو يعني ان هو اللي خرج عن قول الجمهور. وابن تيمية نفس الكلام قال: لو مصلحة الفقير فلوس، ولكن طبعا احنا نمشي على قول الجمهور يا جماعة وهنمشي على الاقرب. طب اعمل ايه؟ اجيب فقير منين؟ اديله رز ولا اديله شعير ولا اديله عدس؟ ولا اجيب فقير منين اديله الحاجات دي؟ لا، انت بتدي لحد من اللي بيطلعه وهو اللي بيعرف يوصل، بيوصل لاخواننا في الصعيد، لاهلنا في الصعيد، بيوصل للي محتاج بقى في اي مكان في الدنيا. انت مالكش انت دعوه، انت كده اخليت مسؤوليتك وابرأت ذمتك امام الله سبحانه وتعالى. يبقى رقم واحد صدقه الفطر. ليه؟ طهرة للصائم من اللغو، تضييع الوقت في الفاضي وانه ما اقتنصش موسم العباده في العباده، وطهره للصائم من اللغو والرفض. ده رقم واحد صدقه الفطر. بالعمل الثاني اللي عوض بيه تقصير في رمضان والحق نفسي بيه في رمضان، العمل الثاني ايه؟ العمل الثاني يا جماعه، الرسول عليه الصلاه والسلام يقول عليه الصلاه والسلام: التمسوا ليله القدر في اخر ليله من رمضان. اللهم اقبلنا يا رب، اللهم اقبلنا، اللهم اغفر لنا في نهايه رمضان، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم تب علينا يا رب. التمسوا ليله القدر، ليله القدر في اخر ليله من رمضان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخر ليله من رمضان دي ممكن تبقى ليله الفتح كله، ممكن تبقى ليله المدد كله، ممكن تبقى ليله
الرزق كله، ممكن تبقى ليله العفو كله، ممكن تبقى ليله الفرج كله، ممكن تبقى ليله اجابه الدعاء كله، ممكن تبقى الليله اللي ربنا يعطيك رقبتك فيها من النار، ممكن تبقى الليله اللي ربنا يفتح لك بابه ويصلحك ويفوض عليك من بركاته. اخر ليله في رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خدوا بالكم منها، مش التمسوا المغفره في اخر ليله من رمضان، لا، مش التمسوا عتق الرقبه من النار في اخر ليله من رمضان، لا، مش التمسوا الرزق في اخر ليله من رمضان، لا، التمسوا ليله القدر في اخر ليله من رمضان. يعني اخر ليله دي تبقى اكتر ليله تجتهدوا فيها. ليه؟ انما الاعمال بالخواتيم ممكن تبقى دي الليله والله العظيم اللي ربنا يستجيب دعائك فيها. انا الناس كلها مشت وروحت يا جماعه واحنا على الباب، يا رب انتوا واقفين على الباب ليه؟ يا رب ملناش غيرك، يا رب بنرجو فضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين، اروح فين؟ انا ماليش غيرك يا رب. انا يعني سبحان الله ما انساش واحد صاحبنا خرجنا من الاعتكاف في سنه من السنوات في مسجد السلاب في المنصوره، وروحنا بعد المغرب بقى بتاعه خلاص يوم 30 رمضان وفطرنا وروحنا، وهو فضل لحد صلاة العيد يعني. فبقول له ليه؟ قال لي اروح فين؟ انا لو خرجت ممكن اغلط، انا هفضل هنا. سبحان الله قلبي والله يا جماعة اتشرخ، صعب علي، وحسيت ان ربنا مش هيسيبه. الله يكرمه ويبارك له ويبارك لكل واحد مقبل على الله وطالب للتوبة. التمسوا ليلة القدر يا شباب يا بنات يا امة محمد يا رجال يا نساء في اخر ليلة من رمضان. ده كلام النبي اللي جبريل كان بينزل له، كلام مش كاتل وحي، يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى، يعني كلام الاسلام والدين يا جماعه. الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيقول لك شد حيلك للنهايه، لا، بيقول لك التمس ليله القدر اكبر جائزه، يعني ممكن الجائزه كبيره قوي ربنا عينها لك الليله، الفرج الكبير قوي ربنا عينه لك الليله. يبقى رقم اتنين الاجتهاد في اخر ليله. طب رقم ثلاثه يا مولانا، يبقى رقم واحد صدقه الفطر ليه؟ طهره للصائم عشان تعوض تقصير رمضان، عشان تعوضي تقصير العباده، عشان اللي وقع منك في اللغو والرفث في رمضان، عشان اللي انت اتشغلت بيه من امور الدنيا او حتى من المعاصي في رمضان. ربنا يريد ان رمضانك يبقى طاهر مطهر، ربنا يريد انك انت تخرجي من رمضان صفحه بيضاء. يبقى دي رقم واحد. رقم اتنين قلنا التمسوا ليله القدر في اخر ليله، يعني اخر ليله دي تروح المسجد، افضل قاعد الفجر، صلي التراويح، صلي التهجد، اقرأي قران، اذكري الله، قول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اجتهد في الدعاء، طلع صدقات، فطر صايمين، كل حاجة. ده دي أقوى ليلة تجتهد فيها. طيب والعمل الثالث بقى اللي احنا نعوض بيه تقصير رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، هيتمرغ بمناخيره في تراب أرض المحشر من الندم إن رمضان بالشيكات اللي على بياض، اللي السماء بتشتي شيكات على بياض، أدعية مستجابة، بالعتق من النار، بالرحمات، بالبركات، بالعطاءات، وفي الآخر خرج من رمضان ولم يغفر له. كل اللي عملتها ازاي؟ عملتها ازاي؟ اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم لا تخرجنا من رمضان الا وقد غفرت لنا ذنوبنا، واعتقت من النار رقابنا، وكفرت عنا سيئاتنا، وهديت قلوبنا. يا اخوانا ده دي ليله النفحات كلها، ده ليله الروحانيات كلها، ده ليله وداع رمضان، ده ليله انك بتقول يا رب خلاص هي داخل ليله يا رب اديني بقى يا رب، دي ليله العهد يا اخوانا، دي الليله اللي انت بتعهدي فيها ربنا على ماذا بعد رمضان، دي الليله اللي انت بتحط فيها جدول ماذا بعد رمضان، وبتحط خطه ماذا بعد رمضان. خلنا يا دي ليلة قليلة، ده اخر ليلة من حبيبنا رمضان، اخر ليلة في مصاحبة حبيب قلوبنا اللي مدفئ قلوبنا ومنور حياتنا، اكرم شهر، شهر رمضان. فالحاجة التالتة، طيب رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له، يعني الاستغفار بقى. يبقى ثالث عمل تختم بيه رمضان الاستغفار. سيدنا نوح بعد 950 سنة دعوة، في السورة بتاعت نوح اخر السورة بتاعته كانت ايه؟ اخر رب اغفر لي. بعد 950 سنه الرسول بعد ما كان بيخلص صلاه اول حاجه يقول ايه؟ رب اغفر لي. قال له هو 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 ده انا لسه خارج من طاعه، رب اغفر لي، رب اغفر لي. انهوها بقى بالاستغفار، انهوها بقى تائبين، انهوها بالتوبه. يا رب احنا والله لا مغترين بعبادتنا، ولا يا رب جئنا ببضاعه مزجاه، جئنا ببضاعه مزجاه، يا رب احنا مش عارفين نعمل حاجه، احنا غلابه وضعفه والدنيا بقت صعبه والسعي على الارزاق صعب والامر. اللهم يسر شفاءنا وشفاء المسلمين، اللهم يسر ارزاقنا وارزاق المسلمين، اللهم يا رب اصلح بالنا واصلح حالنا، الدنيا صعبه يا اخوانا. ففعلا يا رب احنا يعني احنا جئنا ببضاعه مزجاه، يا رب اقبلنا يا رب، يا رب والله العظيم ده اللي احنا قادرين عليه، والله العظيم ده اخرنا، وعزتك وجلالك يا رب ده اخرنا، مش يعني ده اخر
اجسادنا واخر ظروفنا مش اخر قلوبنا. يا رب تعلم ما في نفسي، انت اللي عالم احنا بنحبك قد ايه. انت حياتنا يا رب، انت مقصدنا يا رب، انت حصننا وكنزنا ونورنا، انت ركننا الشديد، انت كل حاجه في حياتنا يا رب، انت املنا، انت رجاء نفوسنا، انت يا رب بابك الباب اللي نفوسنا متلهفه عليه، انت يا رب البر المحسن، انت المعطي التواب، انت الاكرم المنان، انت اللطيف الودود، انت كل حاجه يا رب في حياتنا. احنا ولا حاجه من غيرك، انت اللي نورت لنا قلوبنا وصدورنا، انت يا رب انت فرحت قلوبنا يا رب، انت اللي فرحت قلوبنا بيك وبطاعتك ومعرفتك يا رب. اغفر لنا يا رب. ثالث عمل نختم به رمضان المغفره، طلب المغفره من الله سبحانه وتعالى بالمقطع ده، عشان مش عايزين نخرج من رمضان زعلانين يا جماعه. احنا مش عايزين نخرج، مش عايز حد يخرج من رمضان زعلان. اضحك اضحك يا عم، انت واحده ست غلبانه كده الوقت معديه جنب العربيه، فانا متضايق من الموضوع كده، الله يصلح بالنا جميعا. فبتقول لي يا عم فين ضحكتك الحلوه، فانا انا ما اعرفش، انا ماليش ضحكه حلوه ولا حاجه، بس والله الكلمه بتاعتها ضحكتني. ما تضحك يا عم، فضحكت فبشرناها. اضحك، ابشري ابشري بفرج الله، ابشر بفتح الله. احنا شغالين مع حد كبير قوي، احنا لينا رب كبير قوي، احنا لينا رب كريم قوي. والله هيجبر خاطرك، والله هيجبر خاطرك، والله يا عم ما تشيل هم. اللهم اني اعوذ بك من الهم، الرسول استعاذ بالله من الهم. ما تشيلش هم، ربنا مش هيسيبكوا يا جماعه، ولا هيسيبنا ولا هيتخلى عنا. ده الكريم، ده الشكور، ده اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى. ها حفظت يا رجاله عشان تعرفوا الدنيا كلها. نختم رمضان بايه؟ صدقه الفطر. الصحابه كانوا بيطلعوها من قبل العيد بيوم او يومين ممكن، بس اهم حاجه ان عيد الفطر ما يجيش وانت ما طلعتهاش، عشان طهره للصائم. طب رقم اتنين يا مولانا، رقم اتنين التمسوا ليله القدر في اخر ليله من رمضان، التمسوا ليلة القدر في اخر ليلة من رمضان. ان اجتهدوا بقى في اخر ليلة، اجتهدوا 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 باذن الله. كأنها ليلة القدر، ولعلها تكون ليلة القدر. الصادق المصدوق قال كده عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام. طب ورقم ثلاثة رجالة، ها رقم ثلاثة رجالة، الاستغفار. ان احنا نختم بالاستغفار، ان احنا نختم بالتوبة، ان احنا لا نختر بعملنا ولا بصيامنا ولا بقيامنا. احنا يا رب اللي احنا داخلين قبورنا بيه هو مغفرتك وعفوك ورحمتك. اللهم اعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ارفع عينك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم افتح علينا في خواتيم رمضان، اللهم ارزقنا احسن خاتمه في رمضان، اللهم ارزقنا ان نختم رمضان باحب الاعمال اليك، وافضل الاعمال عندك، وارجى الاعمال عندك، وازكى الاعمال عندك. اللهم يا ربنا لن تطاع الا باذنك، اللهم افتح علينا في طاعتك، اللهم اعنا في نهايه رمضان، اللهم اختم لنا رمضان بما تحب وترضى، اللهم اختم لنا رمضان بما تحب وترضى، اللهم اعظم عزاءنا في نهايه رمضان يا رب، اللهم اجبرنا، اللهم يا ربنا لا تجعل اخر عهدنا بالصيام رمضان، ولا اخر عهدنا بقيام رمضان. يعني شباب رجاله كده جدعان بس مستنيني، فانا ان شاء الله اختم معاكم يا جماعه. شدوا حيلكم يا رجاله، وعرفوا الدنيا كلها ان رمضان ما خلصش ليل 27، عرفوا الدنيا كلها ان رمضان اللي استنيناه بالاحضان ما ينفعش نسيبه كده. امشي الباب عندك بره مع السلامه، هنضيع جمال الاستقبال كله. الخيل بيجيب اخره في نهايه السبق، هاتوا اخركم الليله، شدوا حيلكم الليله. اللي ما اعتكفش طول الشهر يعتكف الليله، اللي ما صلاش تهجد طول الشهر يصلي الليله، اللي ما طلبش من الله العفو طول الشهر يطلب الليله. يلا يا رجاله، وعرفوا الدنيا كلها رمضان لسه ما خلصش، قولوا للدنيا كلها كده، يا اللي رمضان عندكم خلص ليل 27، رمضان لسه ما خلصش، فتوحات ربنا لسه ما انتهتش، عطاءات ربنا لسه ما خلصتش، تيسيرات ربنا لسه، اللي باقي من رمضان يعادل غلو اللي عدى من رمضان لسه. ده في اثر ان الله يعتق في اخر ليله من رمضان قدر ما اعتق طيله الشهر. يلا يا طلاب المغفره، يلا يا طلاب العفو، الابواب لسه ما اتقفلتش، ابواب الجنه الثمانيه لسه مفتوحه، الشيكات اللي على بياض لسه بتنامر من السماء، الدعاء لسه مستجاب، الرحمات لسه متنزله، الله بيتنزل لسه في ثلثي الليل مش ثلثه بس الاخير، العتق من النار لسه موجود، ليله القدر لسه قدامنا فرصه. الله يفتح علينا وعليكم، الله يجبرنا، الله يجبرنا ويرفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.